مفادون من قبيلة كيان يحيون الخنزة مها. إذا لم أكن مخطئاً لست ابن عمي هورشي. أشكرك لأنك لم تنسني بعد. أذكر أنك تركتني منذ فترة طويلة لتنضم إلى تيموجين. منذ 18 حولاً سيد الخان. الذي سمعته أنك قمت بتحريضه ضد بقوة، ولهذا وعدك أخي المحلف 30 زوجة بعد أن ينتهي من غزو الأرض. وعدني 30 زوجة، ولكن علي أن أنكر أنني حرضته ضدك لأن أخاك المحلف كان يفكر فيك كل الوقت. هراء؟ لا، ليس هراء. تلقيت أوامر تيموجين بإحضار هدايا لك، عربات الهدايا البالغ عددها 10 آتيات ورائي أيها الخان. قل لي ماذا ينوي أن يفعل؟ إنه يرعى القطيع في أعالي الجبال. ولكن ألم يطلب تيموجين أن تخبرني بأمر ما؟ بلى، مؤكد. يريد إيضاح سوء الفهم. حقا. و ما رأيك؟ برأيي في الواقع. لا تقل رأيك. تودو. نعم. هل أصبح الخروف جاهزا؟ لا، ليس بعد. أورشي. نعم. لا داعي للعجلة، انتظر قليلا بعد. بعد أن يتم طهو الخروف اشرب كوبا من الحساء الساخن ثم ابدأ بمهمتك في إقناعي. توقفا. المضيف كريم جدا، لماذا تهربان؟ سيقوم بطهونا. مستحيل هذا، لا احد يقتل موفدا اليه. اضيفا، زاموها خان وتيموجين خان هما شقيقان محلفان، لقد اتينا لنجلب له الهدايا. زاموها خان لن يسيء الى سمعته بسببنا مطلقا، وسأبرهن لكما ذلك. كسيف قاطع يبدو لسانك هوشي. تودو. نعم. احضر له الحساء الساخن فورا. حاضر. هوشي، تفضل اشرب هذا الحساء قبل ان يبرد، ففائدته في سخونته هوشي. ها؟ اشرب اشرب هيا. شكرا لك زموها خان. هيا اشرب اشرب يا هذا. أتريدان أن تتذوقا؟ زموها خان رجل كريم حقا، فبعد أن يتم طهو الخروف يطلب من ضيوفه أن يأكلوا قبله. عمي تاليهوتاي، لما أراك منذ سنوات لقد أصبحت سمينا. أنت الأكبر ويجب أن تشرب أولا. هذه وجوه جديدة، لابد أنهم ضيوف نبلاء. أتود أن تشرب أولا؟ إنه يتقصد أن يفعل ذلك. هيا تذوق. وأنت هل ستشرب بعد أن يبرد الحساء؟ قم. زعيم توهيتوا، زعيم توهيتوا، زعيم زاموها، قوة تيموجين اقتحمت الصفوف الأمامية لجنودنا. وأين أصبحوا الآن؟ لقد احتلوا ألانساي يا سيدي. ألانساي؟ إنها قرية تقع في أعالي الجبال، وهو أمر لا يناسبنا. لا، تيموجين أرسلهما كي يضيعا الوقت حتى يضرب أولا. أيها الجنود بسرعة لاحقوا هورشي، أريده حيا أو ميتا.
هناك سؤال، كيف أتى تيموجين بهذه السرعة؟ كيف ذلك؟ من أين له أن يعرف بتحركاتنا خطوة بخطوة؟ أظن فهمت كيف. ديكوشان، زاموها، تأخرت حتى أدركت الأمر. لماذا لم أكن على حذر منه؟ اقتلوه، هيا اطهوه، جروه واقطعوا رأسه. اسمح لي، أوثقوه بسرعة. تعال. المكان جميل هنا، هيا اقتلني. لن أفعل، ولكن عندي سؤال. تفضل اسأل. تشوتشي، هل هو ابني أنا؟ أنت من أمياركي؟ أنت شيليغار؟ نعم. هيا اقتلني، ماذا تنتظر؟ إذن ترفض أن تتكلم؟ حسنا، سأسأل بورتي. شيليغار، لا حاجة إلى ذلك، تشوتشي هو ابن تيموجين فعلا. شيليغار، أقسم إن تشوتشي هو ابن تيموجين حقا. تشوتشي ابن تيموجين، لقد أخبرتني زوجتي، لقد كانت حاملا قبل أن تختطفها. مستحيل، أنت منافق، لن يكون القدر قاسيا ويتركني رجلا وحيدا يهيم في الوجود دون أي أمل. هذا مؤلم. كفى، وجهك محروق بشكل بالغ، لو أنك تشوهت لعانت الزوجات 30 منك كثيرا. كفى، كيف يمكنك أن تسخر مني وأنا أتألم؟ بورشو، أديت مهمتك، داوي جراحه جيدا. بورشو، نعم، أريد أن ينعم كل جندي من جيشنا بقسط من الراحة والنوم. حاضر.